أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما. ورد سؤال في كتاب المتشابهات الجزء الثاني للسيد أحمد الحسن عليه السلام: ما الفرق بين ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ جاء جوابه عليه السلام: الركوع هو حالة خضوع وتذلل من العبد لله سبحانه وتعالى بمرتبة الذات، والذكر الملائم لهذا الخضوع لهذه المرتبة هو حمد المربي العظيم أو العلي. أما السجود فهو حالة خضوع وتذلل من العبد له سبحانه وتعالى بمرتبة الكن أو الحقيقة، والذكر الملائم لهذا الخضوع لهذه المرتبة هو حمد المربي الأعلى أو الأعظم. فمرتبة معرفة العبد ربه في السجود أعظم من مرتبة معرفة العبد ربه في حال الركوع.